الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وأنتم إن شاء الله قادتنا في كل خير وإلى كل خير نسألك الله على عدائكم أول شريف إن شاء الله عليكم كيف أحوالكم الله يبارك فيك ويطول عمرك ويقوي الله السلام لك سنة قربة من سنة تخل السلام لك ما أفاق الله الحمد لله التراب تونس إذن كنا نحن مولانا في أوروبا الحمد لله أرجو تعريف المصطفى يا شيخ يا أميرنا الله أكبر